احنا معانا نموذج لباحث مصري قدر يطور تقنية بتساعد في التحليل الدقيق لمرض السرطان باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو الارتفيشل انتليجنس. هنتابع مع بعض التجربة اللي قدمها الدكتور هيثم عبد الرحمن المراكبي المدرس بقسم النظم والحاسبات في جامعة الأزهر، بعدين هينضم لينا ونقدر نناقشه في هذه التجربة. استطاع باحث مصري من جامعة الأزهر بمشاركة فريق من جامعة هارفارد وجامعة إلينوي ومراكز بحثية أمريكية من تطوير نموذج حاسوبي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل مرض السرطان بدقة، مما يقود لاكتشاف علاجات لهذا المرض فضلاً عن محاصرته في مرحلة مبكرة قبل انتشاره. واحتفت مجلة نيتشر العلمية العالمية بالإنجاز الذي توصل إليه الباحث المصري وفريقه، ونشرت بحثهم مع إشادة من كبار المتخصصين بما حققوه. الباحث هو الدكتور هيثم عبد الرحمن المراكبي المدرس بقسم النظم والحاسبات في جامعة الأزهر والباحث بمركز دانا فاربر للسرطان بجامعة هارفارد الأمريكية. استطاع دكتور هيثم دراسة السجل الجيني لأكثر من 1000 مريض من مرضى السرطان وتحديد ما إذا كان السرطان في كل مريض من النوع المبكر أم من النوع المتقدم المقاوم للأدوية والذي انتشر أو قد ينتشر إلى أعضاء أخرى. وفي هذه الدراسة قام الفريق بتطوير نموذج حاسوبي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم آلية تحديد مرحلة السرطان أوتوماتيكياً بعد تدريبه على السجلات الجينية للمرضى. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع من دكتور هيثم عبد الرحمن المدرس بقسم النظم والحاسبات بجامعة الأزهر والموجود دلوقتي معانا عبر تطبيق زوم. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ويعني خبر الحقيقة إيجابي ومبشر جدا. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على المصريين، وشكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بيك يا فندم. يعني نموذج حاسوبي بيشتغل بتقنية الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل مرض السرطان بدقة كبيرة، يعني لا حضرتك تفهمنا بقى بشكل أكبر إيه الدور اللي ممكن يقوم به هذا الجهاز؟ طيب طبعا النموذج الحاسوبي هو جزء من البحث كبير ومتشعب. احنا عملنا بايبلاين كامل، يعني دوت نظام متعدد المراحل. المرحلة الأولى بتبدأ بتجميع البيانات الخاصة بالمرضى وتصنيفها إلى مرضى عندهم سرطان مبكر ومرضى عندهم سرطان متقدم. والمرحلة الثانية بتبدأ لما نبدأ نعمل النموذج الحاسوبي اللي حضرتك اتكلمت عنه بتقنية الذكاء الصناعي، عشان نشوف هل الكمبيوتر يقدر يساعدنا إن هو يتعرف على السرطانات المبكرة ويفرقها من السرطانات المتقدمة ولا لا. ودي كانت أول مهمة البرنامج بتاعنا أو النموذج الحاسوبي يقدر يعملها، وعملها بدقة متناهية صراحة، بدقة تصل إلى أكثر من 90% من المرضى اللي اتدرب عليهم. المرحلة الثانية كانت إن إحنا عاوزين نقول للكمبيوتر، نقول للنموذج بتاعنا دوت، والله أنت قلت لنا قدرت تفرق بين السرطان المبكر والسرطان المتقدم، ممكن تقول لنا ليه أنت، إيه السمات المميزة لكل سرطان من السرطانات دي؟ وطبعا ده سؤال يعني وجودي بالنسبه لابحاث السرطان، ده سؤال حير العلماء من سنوات طويله، منذ ظهور السرطان نفسه كمرض ومعرفته الى الان، وسيظل مستمرا لفتره بعد كده. احنا عايزين نعرف ليه السرطان لما بيبدا في عضو من الاعضاء بيتم موجود في العضو دوت، وليه في مرضى ثانيين لما بيبدا في عضو ممكن ينتشر لاعضاء ثانيه. احنا عارفين سبحان الله ان جسم الانسان مكون من اجهزه مختلفه، والاجهزه ديت فيها انسجه مختلفه وانسجه فيها خلايا مختلفه. فجسم الانسان مكون من اكثر من 30 40 تريليون خليه، كل الخلايا دي بتتعامل مع بعضها بصوره مذهله ومتناسقه سبحان الله. بتبدا السرطان لما يبدا خليه من الخلايا دي تشذ عن النظام. افترض الخلايا في الطبيعه بتنقسم وتموت بعد فتره، لكن خلايا سرطانيه بترفض الانصياع للنظام وتبدا في الانقسام اللانهائي،
وتتحول بعد كده لورم خبيث في المكان ده. المشكله بتحصل لما بعض المرضى السرطان بتاعهم يبدا يسيب المكان اللي بدا فيه وينتشر لاماكن ثانيه، وده بيبقى علامه ان السرطان بدا يبقى مقاوم للعلاجات اللي بيتلقاها المريض، واصبح المريض على شفا ان هو غالبا يتوفى في وقت قريب. احنا كان يهمنا جدا ان الكمبيوتر يقدر يقول لنا ايه الفرق ما بين السرطانات المبكره والسرطانات المتقدمه، ايه الفرق ما بين السرطانات اللي تستجيب للعلاجات وايه الفرق ما بين السرطانات الغير يعني مستجيبه للعلاجات. دكتور هيثم، عشان نقدر نبسط الامر للساده المشاهدين ولينا احنا كمان، حضرتك والفريق المشارك من هارفارد أو زمايل حضرتك كمان من جامعة الأزهر، في البداية كان في مرحلة أولى جمعتوا المعلومات من أكتر من 1000 مريض، وبعدين دخلتوها على السوفت وير الجديد اللي هو الكمبيوتر عشان تقدروا بتقنية من تقنيات الـ AI الذكاء الاصطناعي إن أنتوا تقدروا تفرقوا ما بين السرطان الجديد لو صحة التسمية أو السرطان في الحالات المتأخرة، و يعني ما مدى قدرة الخلايا السرطانية اللي موجودة إنها تنتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم، مظبوط كده؟ ده كلام يعني ده التحليل البسيط حد كبير ده، ما هو ده التحليل البسيط يعني عشان مش كلنا متخصصين زي حضرتك، فإحنا بنحاول يعني إيه نفهم بشكل مبسط يعني نستوعبه، مظبوط كده يا فندم؟ تمام، مظبوط تماما جدا يعني. تمام عظيم، يعني السؤال بقى المهم هنا يا فندم، إيه المختلف في السوفت وير اللي موجود اللي حضرتك عملت له داتا انتري، دخلت له المعلومات اللي حضرتك يعني استشفتها من الاكثر من 1000 مريض، ايه الجديد والمختلف عن طرق المعرفه السابقه؟ يعني ما احنا دلوقتي شغالين، حضرتك ده بحث اللي انت شغال عليه يعني لم يطبق بشكل واسع او لم يطبق بشكل براكتيكال في المستشفيات مثلا، فما الجديد في البحث بتاع حضرتك عن الاشياء المستخدمه حاليا في تحديد نوع السرطان ومدى انتشاره؟ طيب ده سؤال جيد جدا. الحقيقه ان في اكثر من اختلاف، الاختلاف الاول هو في نوع البيانات المدخله للنظام بتاعنا، واحنا بنعتمد على تحليل السجل الفيني للمريض، وده معناه ان احنا بناخد كل القراءات من جميع الفينات الموجوده في الخلايا السرطانيه ونقارنها بالخلايا الطبيعيه. التحليل الفيني للمريض مش منتشر في جميع المستشفيات، موجود في المراكز البحثيه المتقدمه، وفي الغالب مش موجود في مصر بصوره كبيره، مش منتشر بصوره كبيره لانه مكلف حتى الان في مصر، وان كان التكلفه بتاعته اصبحت في الخارج قليله جدا مقارنه بما كانت عليه من سنوات بسيطه. فده اختلاف اول في نوع المدخلات للبرنامج. اختلاف ثاني اللي هو البرنامج نفسه، لان دوت مش برنامج جاهز احنا استخدمناه، فاحنا عملناه فروم سكراتش، يعني احنا بدانا النظام النموذج الحاسوبي دوت بنيناه من الاول خالص، واضفنا فيه معلومات لم تكن موجوده قبل كده، يعني احنا ده مش مجرد برنامج بسيط، لكن هو تم تغذيته بمعرفه دقيقه عن كيفيه عمل الخلايا الحيه في الانسان، فتم تغذيته بمعنى يعني ايه جين، يعني ايه سمات للجين، يعني ايه تضخم للجين، تم تغذيته بمعلومات عن المجموعات الجينات ازاي بتتعامل مع بعضها عشان تعمل فانكشن جوه الخليه نفسها، وازاي الفانكشنز دي يعني بتشتغل مع بعضها عشان تكون في الاخر عمليه حيويه داخل الخليه نفسها. ففي هيراركي كامل من المعلومات الحيويه امبيدد جوه النموذج بتاعنا نفسه، يعني النموذج بتاعنا عنده معلومات لم تكن متاحه للنماذج الثانيه. الفرق الثالث ان هو النموذج بتاعنا بيقدر يقول لنا ليه هو اختار القرار دوت، ليه هو صنف المريض دوت على انه مبكر او متقدم، ودي حاجه مهمه جدا، ودي احد يعني اكبر الكونتريبيوشنز بتاع البحث اللي احنا نشرناه، ان احنا تعرفنا على جين جديد ما كانش معروف قبل كده في السرطان اللي احنا درسناه، وهو سرطان والجين دوت لما جينا عملنا عليه تجارب في المعمل اخذناه وعملنا عليه تجارب حطينا عليه الدواء. دكتور هيثم معلش ما الصوت ما كانش واضح، حضرتك بتقول ايه الجديد سرطان ايه يا فندم؟ سرطان البروستاتا. البروستاتا يعني تمام. الجين اللي احنا اكتشفناه دوت كان معروف في سرطانات ثانيه في امراض ثانيه، لكنه كان غير معروف هنا في السرطان اللي احنا اشتغلنا عليه.
ولما حطيناه في المعمل، في الخلايا المعمليه للسرطان، حطينا الدواء على الخلايا السرطانيه ديت، اكتشفنا لما احنا بنوقف نشاط الجين دوت ان الخلايا بتموت اسرع. وده معناه ان الجين دوت وجوده بيخلي الخلايا السرطانيه مقاومه للعلاجات. وده معناه ان احنا ممكن نبدا نعمل تجارب سببيه على المرضى ونشوف والله لو احنا اديناهم علاج يقدر يوقف الجين دوت بالاضافه للعلاجات اللي هم بياخدوها، هل ممكن يستجيبوا احسن للعلاجات ويخفوا اسرع ولا لا؟ دي المرحله القادمه ان شاء الله، واحنا نامل ان احد الشركات العالميه ان هي تتبنى البحث دوت وتقوم بتمويل التجارب السريريه للبحث. طيب دكتور، يعني حضرتك دلوقتي وضحت لنا انه بيتم تغذيه هذا الجهاز بمعلومات حيويه، فبالتالي هل يعني ممكن هو يكتشف امراض اخرى غير الخلايا السرطانيه؟ طيب النموذج بتاعنا جينيريك، يعني ممكن يستخدم في سرطانات تانية غير السرطان اللي درسناه، وممكن يستخدم في أمراض تانية، بس بشرط إن هو يكون المدخلات بتاعته متناسبة المدخلات اللي هو مصمم عليه وهي السجل الجيني للمريض. فطبعا احنا شغالين على أكثر من مشروع دلوقتي، إن احنا نشغل النموذج اللي احنا عملناه طورناه في البحث دوت في حل مشاكل تانية مختلفة، وبيجي لنا طلبات من أنحاء العالم إن احنا نساعد الباحثين إن هم يطبقوا النموذج دوت في حل مشاكل مختلفة. دكتور هيثم، اخيرا يعني عايز اخد حضرتك بعيد شويه عن موضوع البحث وعن السرطان. احنا في مصر واكيد حضرتك متابع، كنا في خلال الشهر الماضي عندنا التنسيق ونتيجه ثانويه عامه، والناس عايزه تعرف هتخش كليات ايه، والتفاصيل دي كلها اكيد حضرتك ملم بيها. حضرتك مدرس في قسم النظم والحاسبات جامعه الازهر، يعني تخصص بعيد عن التخصصات الطبيه. حضرتك موجود في مجال ليه علاقه بالطب، ايه اللي خلى حد شغال في نظم وحاسبات يروح هناك؟ عشان بناء على اجابه حضرتك الناس هتتفتح لها افاق مختلفه، يعني الناس دايما بتفكر المهندس هيروح يشتغل في موقع، الدكتور هيشتغل في عياده، يعني حضرتك في مجال متشعب لمجالات تانية بتتقاطع مع مجال كبير اخر، يعني حضرتك في الهندسه تقاطعت مع الطب، فممكن تشرح لنا هذه النقطه تحديدا؟ طيب هو حاليا الترند او الاتجاه العالمي ان ما بقاش في تخصصات مستقله بذاتها، وان التخصصات ديت بتندمج مع بعضها لحل مشاكل. الدافع للباحثين او للطلبه او للدارسين هو حل مشكله معينه، وليس فقط تعلم فن معين من الفنون او علم معين من العلوم. ممكن اقول لحضرتك ان المركز اللي انا شغال فيه او في مجموعه ضخمه جدا من تخصصات مختلفه، من تخصصات الطب والاحياء والكيمياء والفيزياء والحاسبات والاحصاء. كل دول بيشتغلوا مع بعض لحل مشكله معينه بتواجه العالم كله. البحث اللي تم نشره عليه 5 من الدكاتره اللي هم اطباء، يعني دول بيشوفوا مرضى وبيعالجوهم. عليه ناس من اكسبيرمنتاليست اللي هم بيعملوا تجارب في المعمل، وعليه ناس مؤلفين من الحاسبات. فالاتجاه حاليا في العالم كله ان احنا نشتغل مع بعض عشان نحل المشكله. فالطلبه اللي طالعين من الثانويه العامه وعايزين يدخلوا اي كليه، انا اقول لهم اي كليه هتدخلها هتبقى احسن كليه لو انت بقيت فيها كويس، واحسن كليه تدخلها هتبقى كليه سيئه لو انت ما اشتغلتش فيها كويس. فبغض النظر عن الكليه اللي انت هتدخلها، حاول تعلم نفسك وحاول تتابع المستجدات على الساحه العالميه وتشوف ايه اللي بيحصل بره وايه اللي تقدر تعمله بعد ما تخلص ان شاء الله. الدنيا مفتوحه ومفيش حد بيتنه في مجاله، الناس بتنط من مجال لمجال بسهوله. احنا معانا ناس خريجي طب ودلوقتي بيشتغل في البرمجه عشان يعمل حاجات زي اللي احنا بنعملها دلوقتي. الدنيا عالي خالص جدا ان انت يبقى عندك تخصص واثنين وثلاثه. انا معايا واحد زميلي عنده ثلاث شهادات، معاه شهاده في الطب وشهاده في البيولوجي وشهاده في الرياضيات في الماثماتكس. الدنيا يعني مفتوحه اكثر مما تتخيلوا، والتخصص الدقيق دوت تقدر تغيره في اي وقت لو انت حبيت تحسن من نفسك.
عظيم جدا دكتور هيثم عبد الرحمن المدرس بقسم النظم والحاسبات بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا على وجودك وكل التوفيق في البحث. بكل تأكيد أي بحث بيفيد الإنسانية أو بيفيد الإنسانية يعني لابد له أن يستمر ويلقى الدعم من العالم كله.